حقيقة شخصية رامي زجاجة وسط الشارع بالرباط قبيل مرور الموكب الملكي. قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في الرباط اليوم الاثنين إيداع شخص رمى بقنينة بلاستيكية مشتعلة قبيل مرور الموكب الملكي في حادث وقع يوم الجمعة الماضي بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية الرازي في مدينة سلا. وكانت الخبرة الطبية التي خضع لها المعني بالأمر بأمر من السلطات القضائية المختصة قد أثبتت أنه يعاني من خلل عقلي وأنه بحاجة للإيداع بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية من أجل المتابعة والعلاج. وكان المشتبه فيه قد تم توقيفه من طرف عناصر الشرطة بمدينة الرباط زوال يوم الجمعة المنصرم مباشرة بعد رميه لقنينة بلاستيكية صغيرة تضم قطعة قماش ومادة الدوليو التي تسببت في اندلاع شرارة حريق تم احتواؤه في حينه. وحسب مصدر مطلع فإن المعنية بالأمر يبلغ 25 سنة وينحدر من جماعة بن منصور بضواحي مدينة القنيطرة، وكان يشتغل كمياوم في مجال الفلاحة بمسقط رأسه قبل أن تظهر عليه علامات الخلل العقلي. ونفى المصدر ذاته ما اعتبرها إشاعات مغرضة التي واكبت هذا الحادث، خصوصا الأخبار الزائفة التي تعلقت بمهنة المشتبه فيه ودوافع وخلفيات إقدامه على ارتكاب هذا الفعل. ونقل تصريح لوالد الشاب قال فيه بأن ابنه بدأت تظهر عليه علامات الخلل العقلي منذ 3 سنوات، وبأنه يرفض عرضه على أخصائي نفسي لتشخيص حالته منذ بداية الأعراض النفسية عليه. وأضاف والد الشاب الموقوف بأن أسرته عانت بدورها تعيش مع الوضعية النفسية الابن ومن صراعات دائمة بسبب تخيلاته وكلامه غير المنطقي، وخوفا من ردة فعل قد يقدم عليها في أي لحظة. كما أفاد والد الشاب المختل بحسب تصريح صحفي بأنه سبق له وأن عرض ابنه على طبيب عام، فأكد له أن تعاطي ابنه للمخاط وراء الخلل العقلي الذي يعيشه مشيرا عليه بضرورة عرضه على أخصائي نفسي، وهو الأمر الذي رفضه المصاب وقابله بالتعنت. فيما أشارت ذات المصادر الصحفية بأن مصدرا أمنيا أفادها من جهته بأن المعني بالأمر يعيش اضطرابا نفسيا بدا عليه أثناء التحقيقات، حيث عبر عند التحقيقات بالقول بأن نجمة في السماء هي التي تقوده وأنه من العائلة الملكية ومن نسل النبي يعقوب، وأن إقدامه على رشق الموكب كان يهدف من ورائه لفت انتباه صاحب الجلالة إليه والتعرف عليه أكثر. هذا وقد أوقفت العناصر الأمنية المعني بالأمر فور وقوع الحدث، وبعد عرضه على أنظار النيابة العامة أمرت هذه الأخيرة بإيداعه بمستشفى الرازي لأجل عرضه على إخصائي نفسي، وذلك في انتظار ما سيتقرر في حقه. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم دائما الجديد.